قبل الفاصل كنا بنتكلم على تعريف الانيميا، تعريف، وقلنا الارقام كثيرة جدا، والمشرع اللي حط تشريع الطب ساب للطبيب اختيار الرقم. واحدة ست سنها 17 سنة مفروض هيموجلوبين هي بقى ايه، غير راجل سنه 17 سنة، راجل ولد طفل سنه 4 سنين غير واحد سنه 14، سن 10 غير سن 17، وهكذا. أنثى غير ذكر خالص، قلنا السن ملوش علاقة بالهيموجلوبين، يعني مهما كبرنا إذا هيموجلوبيني نقص يبقى عندي مشكلة، عندي مشكلة طبية، إنما هو لوحده ما ينزلش. مفيش حاجة اسمها نخاع عظم اللي بيعمل الكرات الحمراء عجز، مش عندنا دي، عجز يبقى فيه مشكلة طبية. فاضل بقى حاجة، مشكلة كبيرة جدا جدا، عيان وصل العناية المركزة ضغطه واطي، أول حاجة يعملها الدكتور يروح معلق له محاليل، مثلا يعلق له محلول ملح عشان إيه، أول حاجة بيعملها. طيب الكوباية دي فيها سكر، ورحت مزود عليها مية، هل أنا شلت السكر من الكوباية؟ الواقع لا، لكن لو دقتها ليها مسخة. أنا عملت ظاهرة علمية كل الناس عارفها اسمها التخفيف، أنا خففت السكر بمية. طب ما المحلول اللي دخل كده هيعمل نفس القصة، هيخفف الهيموجلوبين. عشان كده في تعليمات صارمة في العناية المركزة عندي، صارمة، خد عينة الدم وبعدين اتصرف. العين دخل اسحب له عينة الدم الأول واتصرف. ليه؟ أنا ممكن الراجل ده أغلط فيه غلط شديد جدا، هو علق 500 سنتي ملح وخدت عينة الدم هلاقي الهيموجلوبين واطي جدا، ودي يبقى 7 جرام، فابتدي عامل المريض على كده وأنا غلطان، لأن هذا الدم دم مخفف، وللأسف المعمل ما عندوش الطريقة اللي يقول الهيموجلوبين ده واطي عشان مخفف ولا واطي عشان واطي. تمام؟ يبقى هذا لازم نخلي بالنا. هل عين ده اتخذ له عينة ومتعلق له محاليل؟ يبقى هيطلع الهيموجلوبين واطي، خادع، أنا بضحك على الدكتور.